السلام ابني ولا نبدا؟ السلام عليكم. السلام عليكم. اول حاجه شكرا لكم، وصلنا اليوم وصلنا لنص مليون ديال المشتركين، ويعني هذا راه بكم انتم، حنا وصلنا لنص مليون بالدعم ديالكم والمشاركه ديالكم معنا، كنشكركم بزاف. وبهذه المناسبه ان شاء الله بغيت نكون انا الكلمه ديالي تبغي يلا هذه. لا 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 تفضلي. شكرا لكم بزاف على نصف مليون مشارك، نصف مليون مشجع متابع لينا. انتم اللي طلعتونا، بكم احنا طلعنا وبكم مستمرين. الا ما كنتوش انتم راه ما حتى حنا راه ما نكونوش. حنا دابا فرحانين لان وصلنا لهذا الرقم اللي هو نص مليون، وعقوبة المليون ان شاء الله. اي ان شاء الله بالمشاركه ديالكم الدعم ديالكم غادي نوصلوا للمليون ان شاء الله. وحنا كنتظروا يشجعونا مازال ويشاركوا ويشاهدوا ديما الفيديوهات ديالنا مع التعليقات، سواء كان عجبكم ولا ما عجبكم. حنا كلشي كناخذوه بعين الاعتبار، كلشي اي تعليق كيف ما كان مرحبا به، لانه راه نتوما اللي غادي تشاهدوا، نتوما اللي غادي تلاحظوا اي حاجه ما عجبتكمش عجبتكم، باش نستمروا حتى حنا نمشيو في اتجاه صحيح، وتكون ديما الاستفاده والمواضيع اللي نتوما مهتمين بها وكتبغيوها ان شاء الله. قررنا دابا ان شاء الله غادي نبداو معكم واحد السلسله جديده اللي هي ديال انا بينا نقسموا معكم الخبره ديالنا. حنا راه ديما كنقسموا معكم الخبره المهنيه ديالنا وكاع داكشي اللي كنعرفوا. دابا الموضوع اللي غادي ندير معكم هو ان شاء الله اي حاجه كتهمكم غادي نطرقوا ليها، نهضروا عليها. غادي نديروا دروس نظريه، غادي نطرقوا مواضيع مختلفه، ومن خلالها غادي تخلوا لينا في التعليقات ديالكم اشنو هما الحوايج اللي كتلقاو فيهم مشكل باش نساعدوكم فيها، باش ايوا المواضيع اللي بغاونا نتطرقوا ليها ونهضروا فيها ونعطوا فيها دروس نظريه كيف قلتي. تمام. حيت ماشي غير ديما تخاطي الناس كيبقوا حتى النصائح كيفاش مثلا يخدموا، مثلا نقولوا الموضوع ديال مثلا لا باتفيتي ولا شي حاجه، اشنو هما المشاكل ديالها، كيفاش تخدم، الظروف اللي كيفاش تخدم فيها، اشنو هما الاخطاء اللي كنرتكبوا فيها مثلا. هذه امثله بحال هاد بحال هاد المواضيع نطرقوا لهم ونشرحوهم لكم، نبسطوهم في القاعده باش يستافدوا من واحد. كاين حتى اللي كيتسائل كيقول لك بغيت نبدا مشروع في بيتي. اييه تماما. نبدا اشنو هما المشاكل اللي كتواجههم بحال هذا الشيء، كلشي غادي نجبدوه. وكما قلت لكم انتم غادي في التعليقات ديالكم قولنا شنو هما المواضيع اللي بغيتونا اقترحوا علينا، وحنا راه كنقراو كاع التعاليق ونلبيو لكم الطلب ديالكم ان شاء الله. اشنو باقي مدام؟ وحنا غادي نقول لهم حنا راه مستمرين معكم. تماما. غاديين معكم ان شاء الله. حنا غاديين كنتحسنوا، حنا راه بكم وصلنا لهذا المستوى، ولكن ان شاء الله غادي نتحسنوا اكثر. والانسان راه ديما غادي تيتعلم. راه حنا راه باقي كنتعلموا، حنا باقي كنبحثوا باش نقلبوا على الجديد، باش نكونوا كما تيقول لك تتكون اجور، يعني كتواكب الميدان ديالنا، انه لا باتيسير راه ديما في تطور، وحنا ديما بغينا نمشيو معكم في التطور ونشاركوا معكم كاع. الميزه اللي كدير انك مثلا كتاخذ دروس اللي هما احترافيه، خصك توسط عليهم وتوصل عليهم بطريقه سهله باش يستافدوا كاع الناس ويخدموا بها. وتنحاولوا حنا حتى لي برودوي اللي ما كاينينش كنحاولوا نادابتيو مع لي برودوي اللي كاينين عندنا اللي موجودين في السوق. وكنظن راه حنا فرحانين بزاف، الناس كيقول لك خدموا بالمواصفات ديالنا، مشوا بها بأي تمام، استفدوا منها لا ماديا ولا معنويا ولا حتى ماشي غير ماديا. كاين الناس اللي لقاو راسهم لقاو طريقهم في واحد الحاجه اللي ما كانوش يظنوا انهم يوصلوا ليها. بحال واحد السيده قالت لي انا ما كنتش كندخل الكوزينه، انا ما كنتش نعرف ندير كيكه، ولكن بالوصفات ديالكم انا وليت كنخدم مزيان، وليت العائله اللي عندي شي مناسبه انا اللي كنصوب ليه وفرحانه بزاف،
وحتى عاونها انها تكون نفسيتها متفائله وفرحانه بالعمل اللي كتدير. اي في الحقيقه هادشي حنا تيفرحنا ملي كنشوفوا الناس كيصيفطوا لنا دي فيديو ولا تصاور داك الشيء اللي كيصوبوا، حنا كنفرحوا بانهم خرجوا بنتيجه معنا، تعلموا حوايج مزيانه. انا كنهضر مع الناس اللي هما في معنا في المغرب والناس اللي خارج المغرب، الجاليه كتواتي يتواصلوا معنا لانهم وصلوا لواحد النتيجه مزيانه، وهذا تيشرفنا وتيحفزنا باش نزيدوا اكثر. فوالا وان شاء الله نكون عند حسن الظن ديالكم، وكيف كنقول لكم التعليقات ديالكم كيف ما كانت هي ايجابيه او سلبيه على راسنا، وكناخذوها بعين الاعتبار. وشكرا على المشاهده ديالكم، وشكرا على التواصل ديالكم معنا، وشكرا على الشجاعه ديالكم. يلا شكرا.